نسلط الضوء على هذا الموضوع مع ضيفنا من بيت لحم رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين السيد محمد اللحام. أهلا بك معنا عبر شاشة الغد في هذه التغطية. بداية التساؤل هنا عن كيف حولت إسرائيل الحرب على قطاع غزة إلى أكبر مقتلة للصحفيين في هذا العصر وفي التاريخ الحديث. نعم، تحياتي لك وللجمهور الكريم وكل احترام للحالة الصحفية الفلسطينية بشكل عام وللزميلات والزملاء في قطاع غزة بشكل خاص. هذا السؤال الكبير له علاقة بالموروث الثقافي لحالة الصراع وما كان يضخ الاحتلال تاريخيا من مفاهيم ذات علاقة بتسويقه كحمل وديع، وكل فلسطيني وعربي هو ذئب وحالة من الوحشنة للحالة العربية. وهذا للأسف التسويق نجح به منظومة الاحتلال الإسرائيلي تاريخيا لامتلاكها امبراطوريات إعلامية ضخمة على مستوى العالم. اليوم وبهذه الدماء وبهذه الغزارة نتحدث عن 135 من الزميلات والزملاء ارتقوا شهداء، 134 في قطاع غزة وشهيد في طول كرم بالضفة الغربية. كان لهذا أكبر الأثر بأن يلتفت العالم لحجم التضحيات وللحقيقة، لأنه أنا حتى ضد تعبير الرواية لأنه الحقيقة ليس لها أكثر من رواية. لا، هنالك حقيقة نجح بنقلها الحالة الصحفية الفلسطينية وحلقت هذه الحقيقة إلى العالم وساهمت بالكشف أكثر عن الوجه القبيح لهذا الاحتلال وتعرية هذا الاحتلال أمام البشرية. ترجم ذلك بهذا الالتفاف وهذا الخروج إلى شوارع المدن في كل العالم، إلى الجامعات، إلى النخب التي نوجه لهم كل التحية والاحترام للوقفات الإسنادية لشعبنا ولقضيتنا، بالإضافة لمسألة مهمة جدا وهي تقاطع الحالة المهنية مع الحالة الوطنية لكل الحالة الصحفية. الصحفي الفلسطيني ليس حالة انعزالية عن هم وهموم شعبه، وبالتالي دفع هذه الأثمان. إذن الحقيقة وليست الرواية، من يدفع الثمن هو الصحفي الفلسطيني، لكن أليس ذلك يعد جرما بحق الصحفيين، بحق القوانين والمواثيق والأعراف الدولية كذلك؟ بالتأكيد، يعني هنا جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وبحق الحالة الصحفية الفلسطينية. نحن نتحدث عن 135 زميل وزميلة من مجموع تقريبا 1200 زميل وزميلة موجودين في قطاع غزة. يعني احنا نتحدث عن هامش 13% من الصحفيين قتلوا في غزة. هذا رقم مرعب. نحن نحترم كل تضحيات القطاعات الأخرى، الأطباء، المعلمين، المهندسين، ولكن نسبة وتناسب هنالك يعني مؤشر واضح على أن ما يحدث مع الصحفيين في قطاع غزة ليس اجتهاد من جندي أو ضابط بالميدان، هذا مخطط من أعلى مستوى في الهرم السياسي لمنظومة الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الصحفيين. ماذا نسمي ملاحقة الصحفيين داخل منازلهم؟ نتحدث عن 77 منزل للصحفيين تم استهدافه بالصواريخ. نتحدث عن مئات من عائلات الصحفيين فقدوا حياتهم لا لسبب، فقط لكون ابنهم أو بنتهم يعمل بمهنة الإعلام. أين يحدث هذا بالعالم؟ نعم سيد اللحام، ربما من يتابع الآن هذه المقابلة ويتابع التصريحات الإسرائيلية التي تبرر استهداف الصحفيين من قبل قادة الحرب في إسرائيل، التساؤل هنا لماذا يستهدف هذا الصحفي الذي ينقل الحقيقة للعالم وهو ملتزم بكل ما تقوله إسرائيل، ربما على صعيد الخوذة والدرع والالتزام بكل وسائل الأمان والحماية، والمفترض ألا يستهدف هذا الشخص الصحفي من قبل قوات الاحتلال التي تتوغل، تقتحم، تقصف حتى قطاع غزة؟ نعم، منظومة الاحتلال الإسرائيلي تدير ظهرها لكل المواثيق والمعاهدات الدولية والأممية على كل المستويات، وتوغل في ارتكاب المجازر والإبادة الجماعية.
هي تريد أن ترتكب هذه المجازر دون شواهد. تخيل يا عزيزي، أنا أتحدث معك مواطن فلسطيني، لاجئ فلسطيني من هنا من مخيم الدهشة في بيت لحم. يعني أنا اليوم أقف لكي أحزن أكثر على أبي وأمي وأجدادي، قد نكون ظلمناهم أحيانا عندما يعني خرجوا من قراهم وبلداتهم ومدنهم في الداخل المحتل عام 48. تخيل، يعني لم يكن هنالك إعلام ولا كاميرات لترصد حجم المجازر. اليوم أمام العالم، نحن نعيش في 2024 أمام كل هذه السوشيال ميديا، ومع ذلك لا يتوانى هذا الاحتلال عن ارتكاب أفظع الجرائم. فما بالك كل واحد بيشاهد يتخيل عام 48 شو صار في أهالينا، ولم يكن هنالك إعلام، لم تكن هنالك تغطية إعلامية. فما بالك يعني شيء حقيقة تدمع يعني لأرواح يعني الآباء والأجداد لما تعرضوا له في النكبة الفلسطينية وما بعد النكبة الفلسطينية من جرائم وفاشية هذا الاحتلال. وبالتالي الاحتلال، هذا الجنون، هذا الصرع بهذا الهجوم الشرس على الإعلام ووسائل الإعلام. نتحدث عن أيضا نحو 85 مؤسسة ومكتب إعلامي تم تدميره وقصفه مع الأيام الأولى للعدوان على أهلنا بقطاع غزة. كل ذلك في محاولة لخلق الحقيقة، لكسر الأقلام، لحجب الصورة. ولكن أنا أصدق القول أيضا أن وسائل الإعلام، وسائل التواصل الاجتماعي تحديدا السوشيال ميديا، رغم كل ما هو متوفر من محاولات لحجب الصورة، إلى أن السوشيال ميديا نجحت أن تصل دون مكياج ودون مونتاج، تصل من الضحية في الرمق الأخير لشاب في باريس أو شاب في الولايات المتحدة الأمريكية، بعيدا عن السي أن أن والفوكس نيوز والبندقية، هي تصل بشكل مباشر. وبالتالي من هنا حدثت المفارقة بهذا التعاطف والإسناد من العالم عندما اكتشف الحقيقة. لكن على الرغم من الاستهداف المباشر سيد اللحام للصحفيين، إلا أن هناك إصرار نتابعه من قبل الصحفيين في غزة. قبل قليل قمنا ببث مجموعة من المقابلات أجراها الزملاء الصحفيين في قطاع غزة وشبكة مراسلي الغد، يصرون على مواصلة هذه التغطية، يقومون بتحدي إرادة إسرائيل من أجل نقل الحقيقة للعالم. أيضا لم تثني هذه الاستهدافات وسائل الإعلام الدولية. نحن في قناة الغد قمنا بتشييع جثمان الزميل الشهيد يزن زويدي في إطار هذه الحرب الشرسة على الصحفيين وعلى الأهل في قطاع غزة، ولازلنا ننقل الصورة من القطاع. كيف تجدون هذه المنظومة، منظومة الصحافة الفلسطينية والإعلام الدولي الذي يصر على نقل الحقيقة من قطاع غزة رغم كل هذا الواقع الذي خلقته إسرائيل؟ نعم، الزميل يزن رحمة الله عليه مع بقية الزملاء والزميلات، يعني تخيل مشاعر زملاء اللي كانوا معاه، مراسلين، المصورين، المونتاج، بفقدان أخ وزميل وحبيب، كيف هي النفسية للعمل. الزميل إبراهيم قدنان كان من أوائل من أصيبوا بشظايا الصواريخ من بين الزملاء في قطاع غزة، وخرج على الهواء والكاميرا صحيح لم تنزل لكادر الكاميرا لكي يشاهد المواطن الجفصين الموجود في قدمه، وقد يكون بلاتين أو غير ذلك، ولم يتوانى أن يعود إلى الميدان بعد أيام. هذه هي الروح الفلسطينية بشكل عام. هذه هي ما تحدثنا عنه من تقاطع ما بين الوطنية والمهنية، على اعتبار أن الصحفي الفلسطيني يشعر بمسؤولية عالية اتجاه قضايا شعبه. الصحفي الفلسطيني ليس بحالة انعزالية عن هم وهموم شعبه، ولا يمكن. مين يطالبنا؟ اتحاد دولي؟ مين بدك اياه؟ لا تعني المهنية أن تكون في حالة انعزالية. أنا كصحفي فلسطيني، لا، أنا مش حيادي اتجاه جندي احتلالي مدجج بالبارود وطفل فلسطيني تحت سقف مهدوم أو في خيمة وجاي تحكي لي يكون حيادي على نفس المسافة. لا يا عمي، أنا مش على نفس المسافة، أنا على يمين هموم شعبي، حتى بما يتعلق بمقاومة الاحتلال
وبكل التنظيمات الفلسطينية. إحنا نقابة صحفيين، إحنا ذراع نقابي تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبالتالي نعم إحنا مع كل حالة نضالية ضد هذا الاحتلال، وبنرفع أعلى الصوت ضد أي كسر لأي تنظيم فلسطيني، أي كسر لأي حالة وطنية ثورية، هو كسر لكل الحالة النقابية. إحنا مع كل الحالة الوطنية باتجاه هذا الاحتلال، وبالتالي الصحفي الفلسطيني الموجود بالميدان حتى لو كان على فراش الموت، لو كان مكسور، لو كان مجروح، هو يعود إلى الميدان. يعني أنت تتحدث حتى عن زميلنا وائل الدحدوح، يعني هذه البطولة الكبيرة، انظر تماما حيث البطولة هنالك مأساة، مأساة زميلنا وائل الدحدوح كبيرة، فأصبح بطل كبير، البطولة بحجم المأساة. ولكن في نفس الوقت بالرؤية الأخرى، إذا سمحت لي، عندما تشاهد زميل أو زميلة يكتب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يقول أنا اعتزلت الإعلام، أنا استقلت، هذا شعور طبيعي، ما لازم نجرم ولا نخون، هذا أنا فلسطيني، أنا كمان أنا بني آدم، مش من الاحتلال طاقة التحمل. طيب، لكن الغالبية العظمى مضوا في طريق نقل الحقيقة، كما نتابع العديد من الزملاء استشهدوا كما تشير التقارير الحقوقية الفلسطينية، أيضا وزارة الصحة الفلسطينية ونقابة الصحفيين. لكن ماذا بعد كل هذا الرصد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحافة الفلسطينية؟ ونحن هنا نتحدث ليس فقط عن صحفي، إنما عن المؤسسات الإعلامية التي تم استهدافها من قبل جيش الاحتلال، وكانت ترصد كل الانتهاكات التي يقوم بها الجيش في بيت حانون، بيت لاهيا، جباليا، غزة، المحافظة الوسطى، وخان يونس ورفح. يعني ما الذي يمكن أن يكون من إجراءات، من خطوات على صعيد قانوني، على صعيد حقوقي، على صعيد دولي، من قبل نقابة الصحفيين، المؤسسة الرسمية الفلسطينية، من أجل بداية حماية الصحفيين والمطالبة بحقهم على كل الصعد؟ نعم، يعني أكيد هذا سؤال كبير ومتشعب. في البداية يعني كمان يعطينا إمكانية الإطلالة على حجم المأساة، على حجم الإبادة، بمعنى أن حتى المؤسسات الإعلامية يمكن إعادة بنائها حتى لو بعد حين، المؤسسات التعليمية الطبية يمكن بنائها حتى لو متأخرا وبعد يعني ردح من الزمن، ولكن تخيل هذه الكوادر الإعلامية حجم الخسارة 135، يعني كم سنة بدك عشان تنتج كمان 135 صحفي بكفاءة عالية، كم سنة بدك لإعادة وجود مجموعة كبيرة من الأكاديميين اللي استشهدوا، من الأطباء اللي استشهدوا، من المهندسين، من الكفاءات؟ يعني هذه النظرة قد لا يوجد عليها إضاءة، فقط إعادة الإعمار بالبعد البناء، ولكن الإنسان الذي فقدناه، الكوادر الصحفية التي فقدناها بسنوات، يعني هي كانت نتاج يعني تجربة وخبرات سنوات طويلة، فيعني إلى أن تعيد لذلك أيضا تحتاج إلى سنوات، وبالتالي خسارة كبيرة. نحن نسعى في المجال القانوني، وهنا لابد من الإشادة والإشارة إلى جائزة اليونسكو للصحفيين في قطاع غزة اللي حصلوا على هذه الجائزة من اليونسكو لهذا العام، جائزة الحريات، وهي يعني بالحد الأدنى فعلا أعطتنا أمل ودافعية ومعنويا للاستمرار قدما بهذا الجانب، على أنه العالم يلتفت إليه، العالم يقدر لو يعني بهذا الصخب من الدماء والجراح التفت العالم إلى الصحفي الفلسطيني وإلى الصحفي تحديدا في قطاع غزة بهذا التكريم. يعني هو جزء صغير من الوفاء لأرواح زملائنا وزميلاتنا، وبالتالي احنا جلسنا مع اليونسكو وفي في في باريس وتواصلنا معهم، وبعثتنا الدبلوماسية ايضا هناك ساعدت بتقديم هذا الملف الى ان حصلنا على هذه الجائزة، وهذا انجاز لكل الحالة الصحفية الفلسطينية، ويسجل بشكل خاص اكيد لمن ارتقوا شهداء، وهو يسجل ايضا لكل الصحفيين منذ النكبة، هو وفاء لكل الصحفيين الذين مضوا منذ النكبة حتى هذه اللحظة، أيضا بالضفة الغربية، يعني من بداية العام إلى هذه اللحظة 18 رصاصة
استقرت بأجساد الصحفيين من بداية هذا العام، 100 معتقل ما زال منهم 45 بسجون الاحتلال الإسرائيلي، هنالك حجم كبير. نحن نواصل في نقابة الصحفيين ضمن الإمكانيات المتاحة لنا مع الاتحاد الدولي، وهنا حقيقة دعني أوجه التحية للاتحاد الدولي للصحفيين الذي يناصر ويصطف مع الصحفي الفلسطيني. من الأسبوع الأول كان الأمين العام للاتحاد الدولي موجود في مدينة رام الله، بالأمس عندما كان المؤتمر الصحفي والوقفة الإسنادية أمام مقر النقابة برام الله كان ممثل للاتحاد الدولي للصحفيين. هذه إشارات لها علاقة بالمؤازرة والمناصرة ولو ببعد المعنوي، فعشان هيك إحنا مع التحشيد من كل الجهات القانونية لنلاحق الاحتلال وصولا لتقديمهم للمحاكم الجنائية الدولية وأينما يتاح لنا ذلك لكي لا يفلتوا من العقاب. أيضا نتحدث هنا لتسليط الضوء على قضية مهمة، من قضوا شهداء هم في رحمة الله كما يقولون، لكن هناك 4 من الزملاء الصحفيين يتعرضون للإخفاء القسري منذ 7 أكتوبر وفق تقارير، وترفض إسرائيل الكشف عن مصير هؤلاء الزملاء. هل هناك معلومات لديكم في نقابة الصحفيين؟ هل تتواصلون مع الجهات المعنية للكشف عن مصير هؤلاء؟ بصراحة تامة في هذا الموضوع. نعم. للأسف الصليب الأحمر ممنوع من الزيارات، هذا شكل آخر من أشكال عنجهية الاحتلال وإدارة الظهر للمواثيق الدولية، هذا هو الحد الأدنى من الحق الطبيعي لأي أسير بغض النظر عن مهنته أن يكون هنالك زيارة ومراقبة من قبل الصليب الأحمر لهذا الأمر، وهذا ما لا تسمح به منظومة الاحتلال الإسرائيلي حتى اللحظة. حتى المحاميين هنالك صعوبة كبيرة بالزيارات. بصراحة رشح لدينا بعض المعلومات، ولكن نفضل في نقابة الصحفيين حتى اللحظة أن نتعامل مع الأمر على أنه إخفاء قسري من قبل الاحتلال كجريمة. حقيقة لا نريد أن نربك العائلات، لا يوجد لدينا خبر يقين حول هل هم على قيد الحياة أم عكس ذلك، لا يوجد، ولا نستطيع أن نصرح. بصراحة هذا موضوع حساس وكبير جدا، لأنه بصراحة لا يوجد لدينا أي مصدر ثقة لكي نأخذ معلومة حاسمة وجازمة فيما يتعلق بمصير الأربع زملاء. من البداية كان زميلنا نضال الوحيدي، وبالنهاية أيضا يعني عماد الفرنجي وزميل آخر من مستشفى الشفاء، ويعني الزملاء الأربعة وقد يكون غيرهم. وبالإضافة لموضوع التمديد، بالأمس تم التمديد الإداري لست شهور أخرى للعديد من الزملاء في الضفة الغربية، ارتفاع وتيرة اعتقال الزميلات الصحفيات في الضفة الغربية، إبعاد إحدى الزميلات من الضفة إلى قطاع غزة، العديد من الانتهاكات في هذه الجزئية يمارسها الاحتلال الإسرائيلي يعني بعيدا عن كل المواثيق، ولكن هذا مش مدعاة للإحباط. يجب أن نواصل ملاحقة الاحتلال بكل الأماكن وبكل السبل المتاحة في سبيل تدفيعه الثمن. ونتحدث هنا عن هذه المنظومة بقياداتها السياسية، بضباط الاحتلال، بالمستوطنين، حتى القضاء. هذا القضاء المسمى بقضاء محكمة ما تسمى بمحكمة العدل العليا التي رفضت طلب رابطة الصحفيين الأجانب قبل نحو شهر على أن تدخل إلى قطاع غزة وتغطي، هي رفضت ذلك لأنها تريد أن يستمر الاحتلال الإسرائيلي بقتل الصحفيين الفلسطينيين مش الأجانب، لأن شفنا في الإغاثة في موضوع المطبخ العالمي صار ضجة على اعتبارهم أجانب من بريطانيا ومن هان ومن هان، بس الفلسطينيين ما كان في ضجة. نفس العملية ما بيتم صحفيين أجانب يدخلوا يغطوا، إضافة للبقاء على حالة التشكيك برواية أو بصورة الصحفي الفلسطيني. علشان هيك في كل لحظة بنسمع إنه بطلعوا لك ورق إنه فلان محسوب على فتح، فلان على الجبهة، فلان على الجهاد، فلان على حماس، لتشويه الحالة الصحفية الفلسطينية، ولكن واحد أمريكي أو بريطاني ما بيقدر يقولوا عنه إنه هو تابع لتنظيم فلسطيني. أشكرك جزيل الشكر رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين محمد اللحام، كنت معنا من بيت لحم، شكرا جزيلا لك.